مرحبا بكم مجدين مواصلين حوارنا مع هيكل مكي وعصام الشابي، ونفتح المجال لأسئلتكم. نبدأ بك لطفي، تفضل. به أنا في حضور ضيفينا رأى الشيء اللي كان يحكي فيه هيكل على وضعية مجلس القضاء وأداء مجلس القضاء وفي علاقة بجمعية القضاة صحيح وصحيح جدا. اليوم ما نجموش نخفيه الحقيقة هذه أنه جمعية القضاة هي تقريبا المجلس الأعلى للقضاء الفعلي، وذاك علاش اليوم هي تتصدر يعني حملة الدفاع على المجلس هذا، وهذا واضح والناس كل يعرفوه وأكثر ناس يحدثوك عليه هم السادة القضاة. المسألة الثانية، الكلام اللي كان يحكي فيه عصام الشابي تخوفاته في محلها، لأنه احنا عندنا تجربة مع 25 جويلية اللي كما قلنا ناصرتها عديد القوى على أساس أنها لحظة إنقاذ وطني، لكن السيد الرئيس اختزلها في منجز شخصي. اللي نخشاوه اليوم أنه الناس اللي دفعت نحو حل مجلس على القضاء نظرا لطبيعة الأداء نتاعو، مش عندنا مشكلة مع القضاء ولا مع الهياكل، بالعكس احنا دفعنا نحو إنجاز هذه المؤسسات، لكن المؤسسات هذه تنجمش توا تجي تردها لي صنم وتقول لي اعبدوا وإذا تنقضوا فأنت كافر. مش معقول كلام هذا. هذا 10 سنوات أداء تقريبا أجهض التجربة الديمقراطية في تونس، وبالتالي كان لابد من إنهائها. أنك تقول لي اليوم عندي مخاوف من انفراد السيد الرئيس لننتقل من قضاء البحيري إلى قضاء سيد قيس سعيد، هذه المخاوف موجودة ومتوقعة. ش يبقى لهنا؟ يبقى هالبيان اللي كنت تقرأ فيه أنت تاع نقابة القضاء. واعتقادي أنه هو الحل الأفضل والأسلم. اللي علاش لهنا الفرق بين النقابة والجمعية من خلال البيان هذا وبيانات الجمعية؟ تحس الجمعية تدافع على قضاة وتحس النقابة تدافع على القضاء، وهنا الفرق كل وأكد الفرق. تمسكها بمشروعها الإصلاحي النقابة في بيانات الثانية. احنا اليوم القائنا في اعتقادي بعد إجراء الرئيس هذا البيان الذي يصدر عن نقابة القضاة وهي النقابة الأكثر تمثيلية حسب ما شفناها في المؤتمر الأخير، أنا هذا هو ما كنا نطالب به، أي إصلاح القضاء من الداخل. رئيس الدولة أنجز المهمة الصعبة نتاع ليلة 6 فيفري، يجي اليوم البيان هذايا، على رئيس الدولة أن يأخذه بعين الاعتبار حتى يكون هذا بداية إصلاح القضاء التونسي من داخل الأسرة القضائية في تونس، بعيد عن المزايدات والترهات والإضرابات. هيكل المكي، المرسوم اللي قاعدين ننتظروا فيه، برشا يسألوا حول تفاصيله، برشا يقولوا زادة اللي المرسوم هذايا ربما باش يعطي صلاحية لرئيس الجمهورية قيس سعيد لتعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، في أنه في حين أنه كلامه البارح يأكد فيه أنه لن يتدخل في القضاء أبدا. ونرجع لملاحظة عصام الشابي ولا حتى لطفي العماري، يقول لك نخافوا أنه كنا في نوعية من القضاء نلقاو رواحنا في قضاء ما وصفته عدة أطراف بقضاء قيس سعيد. شوف، أولا نحب نذكر توانسة أنه قبل 25 جويلية رانا ما كناش شبعانين وشيخين بالديمقراطية، كنا في ديمقراطية شكلية جوهرها حكم المرشد راشد الغنوشي يجمع حقيقة في كل شيء، في السلطات الكل، مسيطر على ما هو تشريعي، مسيطر على رئاسة الحكومة وحاطه تحت جناحه، ومسيطر على القضاء من خلال مجلس على القضاء ومن خلال بعض المفاصل في القضاء وبعض القضاة، حتى وبرئوا جل القضاة والأغلبية الساحقة من القضاة اللي هم الشرفاء، ونحيوهم بالمناسبة، وأنا أعتقد أنهم أكثر ناس فرحانين بهذه الخطوة. هذه أولا. ثانيا، هذا شعار وعنوان استقلالية القضاء، صحيح هذا كله نظلنا من أجله وما زلنا باش نناضلوا من أجله، وهو مسار كامل، ولكن راه مش عنوان فقط استقلالية القضاء، وراه مش بمجلس نعملوا استقلالية القضاء. صحيح ينجم يكون مجلس تركيبته كما دعت نقابة القضاة، ونحيوهم بالمناسبة لهذا النضج الكبير
وهذا البيان اللي فيه ممكن خريطة الطريق نجموا نعتمدوها لإصلاح هذا المجلس، وكذلك عميد المحامين اللي قدم تصور مش بعيد برشا على تصور النقابة، من خلال أنه نضمن أن السلطة التنفيذية تبقى بعيدة على السيطرة على القضاء. تصورونا في حركة الشعب، معناها نحب نخلصوا القضاء من نور الدين البحيري ومن حركة النهضة، باش يكون نذكر بتصريح عميد المحامين يقول رئيس الجمهورية هو من يترأس المجلس الأعلى للقضاء ووزيرة العدل لتكون عضوا فيه. شوف أنه فرنسا رئيس الجمهورية يترأس المجلس الأعلى للقضاء وهذا خطأ. عميد المحامين قال أن هناك أنظمة في موضوع المجالس الأعلى للقضاء في العالم، هنالك من يترأس المجلس الأعلى للقضاء، وراهو فرنسا إلا في التحوير الأخير في وقت ماكرون اللي ما عادش يترأس المجلس على القضاء رئيس الدولة 2008 رئيس الدولة أو ساركوزي في 2008 فرنسا 2008 قبلها معناها كانت القضاء الفرنساوي كان تابع للسلطة التنفيذية. مش صحيح، مش ما هوش صحيح. ماذا أقول؟ أقول أنه اعتقادي أن هذه خطوة مهمة في الحل، ولكن الأهم هو في الخطوة مهمة، وما هي الخريطة، ما هي ما هو مستقبل القضاء، كيف سيرسم بهذا المرسوم. نعم فليكن، وأنا أعتقد أنه سيستشير الرئيس، سيستشير القضاة، وسيستشير المحامين في هياكلهم، وسيستشير كل المتداخلين في الشأن القضائي، لأنه ما عندوش الحق باش يخطئ الآن. ونتصور اللي يتهم في مرحلة استثنائية الرئيس قيس سعيد بمحاولة السيطرة والديكتاتورية وكل هذه السردية، أعتقد أنه قاعد يخبي على راشد الغنوشي اللي سيطر على الدولة التونسية 10 سنوات، 10 سنوات وراشد الغنوشي يتحكم في مفاصل هذه الدولة وفي مصير هذا الشعب، ذل الشعب، حركة النهضة وأخواتها ذلت هذا الشعب. انتقد ذلك، هل هذا يعني لم أتهم أحد؟ أنا أدافع ولا أدافع على راشد الغنوشي. نحب نذكر أن أنتم تحلفتوا معه في الترويكا وكان عندكم وزير في حكومة الترويكا. لا مش صحيح. وتحلفتوا معه في حكومة الفخفاخ. مش صحيح. فضلك مش صحيح. مش صحيح. وقت اللي أنتم مش صحيح غيرتوا موقفكم حقك كما تتهم غيرك ما عندكش الحق. لا أنا ما اتهمت، أنا ما اتهمتش، أما خليني ما ننصحك بحقيقتك يا عصام. لا لا خليك حقيقتك أنك أنت الآن تريد تأبيد حكم حركة النهضة في هذا البلد. تو شوف أنا شوف فما مشكلة في البلاد هذه مع الديمقراطية والانتخابات. ما يقبلوش، الثقافة الديمقراطية ضعيفة مع الأسف عند النخبة. المجلس على القضاء منتخب وأشرفت على الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إيش تحبنا نعمله؟ ما يولي مستقل إلا كي أنا نهي من عليه. كيف يتم الإصلاح إذا عصام شيب؟ الإصلاح يتم في حوار مجتمعي، ما يتمش في ظرف استثنائي بقرارات فردية. رأوا اللي خايف منه قيس سعيد وقت اللي أعلن على حل تجميد البرلمان وأقل الحكومة، ما كانش عنده حتى ورقة. قعدنا في تونس دون حكومة تقريبا 70 يوم، أقل ولايات، عندنا ولايات دون ولايات إلى الآن، عندنا مناصب في الدولة فارغة. نعم أنا لا سامحني نقول لك حاجة، في السياسة أنا خوفي الآن هو الإلغاء الحل. هذه دولة قاعد يفكك فيها يقولوا ما عندوش مشكلة مع القضاء. نحب نعطي زوز أمثلة. الواه استعجل بقرار الحل، زوز أمثلة. الأول لأنه المجلس على القضاء رد على المشروع اللي بعثته له وزيرة العدل لإبداء الرأي حول الصلح الجزائي اللي رئيس الجمهورية عامل منه كل سياسته في المستقبل، وردها لسببين أساسيين. الأولاني قال ماكش أنت جهة اللي تبعث لي، ويزم يكون مشروع دار ستو الحكومة في مجلس الوزاري مش نعرف اللي هو نهائي ونعطي فيه رأي. والثاني أنه يتضمن أحداث دوائر قضائية، وهذه الدوائر اللي يمكن أحداثها في الظروف الاستثنائية. هذا الأول. الثاني عنده ما أخذ على القضاء وقت اللي أذن لوزيرة العدل وطلبت من الوكيل العام في محكمة الاستئناف فتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة، جاوب قال هذه القضية الآن من أنظار حاكم تحقيق في أريانا، ما نجيبش حل قضية أخرى. وبالتالي القضاء هذا اللي ما يخضعش للتعليمات حلو. حتى ما غلطوش الرأي العام، سامحني 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 سامحني
الرئيس عنده سنوات الحدث على القضاء ودور القضاء سامحني كمل وإمكانية الإصلاح من الداخل. شوف بعد 25 المغالطات اللي يقولوا رئيس الجمهورية سيستشير كي ما استشار شكون؟ أعطيني مثال واحد سيستشير القضاة كي ما استشار شكون قبل؟ أعطيني مثال واحد أنه رئيس الجمهورية استشار المستقبل احنا رفضنا قضاء بن علي وتصدينا له ورفضنا قضاء النهضة ورفضنا قضاء الكل ورات نتاع حكومة الشاهد وما حواليها ونرفض قضاء قيس سعيد. احنا ندافع لأجل أن تكون عندنا ديمقراطية وأن تكون عندنا مؤسسات بعيدة عن الأشخاص. قضاء واضح حسام شيخ يلا باش نتفاهموا معك ما نجمش نخليك تفتكر الكلمة. سيد عصام احنا في اعتقادي في لحظة مهمة لنقاش النخبة حول الموضوع هذا بصرف النظر من شخص واحد قوموا احنا نقولوا غدا سيدي قيس سعيد قال انا ما عاد عندي حتى حل اللي جاوا انتم عامل حل نفترضوا ما عادش قيس سعيد. انا نحب نرجع التوالي ثم 24 جويلة ثم 25 جويلة 25 جويلية ثم وناس يقول لك الوضع اللي كان سيء ما نعتقدش للغاية راضي عن هذا الوضع انت تتبع في المواقف وتعرف ما نعرفش انا نحب نناقش معك والسيء سيء للغاية للغاية ثم فرضياتين كانت ممكنة ثم ناس يقول لك اللي كنت تحكي فيه قبيلة على المسألة على القضاء وغيره يا خويا توجي الانتخابات ونغيره وانت تعرف لن يتغير بالانتخابات خاطر اللي تمكن من الدولة ومن الامكانيات المالية الانتخابات لا لا ما قلتش نبدل اما اللي نتغير ايش نعملوا ماله نعملوا الانتخابات ونخسروا تقعد ديما ونعدوا احنا لا 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 ما قلتش هذا انا نحب توصيف نظري لا مرحبا مش ناقشوا فيه تو الموضوع انه نعرفوا العشر سنين هذوكم وكان تزيد 10 سنين اخرين ما يتغيرش الوضع خاطر اللي يتمكن من الدولة ومن الامكانيات ومن قوانين اللعبة هو صنعها ما عادش يتغير. انت شفت كيفاش الصراع وكيفاش الخصوم يتصفوا اللي انت بيدك تقروا انه ممكن في العشر سنين قبل 25 جويلة يتصفوا الخصوم عبر القضاء وعبر الملفات وعبر الداخلية وعبر وعبر وشفناها في المراحل الانتخابية الكل. ثم يقولك هو علاج الصدمة 25 جويلة مش قضية إيقاف مجلس النواب هي مش مشكل المنظومة المتأسسة على مجالس النواب المتتابعة يلزم إعادة النظر فيها. ثم ناس وانت بدورك كنت تنتقد في المجلس على القضاء ننتقده في عمل وزارة داخلية ننتقده في وضعية الإعلام نفسه يعني مثلا مش يلزم كي نعمل أنا سياسة ولا أنا في هيئة دستورية ولا أنا إعلامي عندي حصانة مش زاد غدوة ولا كان أنا سارق سرقة لا لأنك شديت فلان ضد سعيد ولا مع سعيد ولا غيره ما يعطيش الوضع. إذا مراجعة هذه الوضعية أعتقد 80% من النخبة إذا كان مش كل النخبة مطالبة بها كي جاء 25 جويلية فتح الجدل هذا هو اللي يقولوا فيه. أنت كنت راضي على الوضعية ما قبل 25 جويلية هل كنت تعمل تتصلح بمجرد إجراء انتخابات تشريعية؟ بارك الله فيك. أنا لم أكن راضي عن الأوضاع حالي حال أتصور أغلب التونسيين ما كانوا راضين وكانوا في الدين ويتطلعون إلى التغيير وإلى الإصلاح. كان فما أولا يقول السي خليفة أنه تعرفوا معناها يشد الدولة صعيب أنه تعمل انتخابات برا وكي يتمسك بها قيس سعيد باش نحيه بعد ما كيف كيف احنا نحطوها فرضية كيف كيف انا ما قلت لك نحطوها فرضية مع فرضية يا سيدي انا كديمقراطي نقبل حكم صديق الاقتراع ودورية الانتخابات قبل ذلك وقت اللي جات أزمة خانقة في البلاد ورينا بلادنا ماشية إلى الهلاك وقلناها بالصوت العالي وقت حكومة المشيشي وإئتلاف النهضة وقلب تونس رأي البلاد ماشية إلى الكارثة كان في محل آخر الحوار الوطني استجابوا هما؟ لا رئيس لا 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 خلينا أنا تابعتك أنا نعطيك المعطيات اللي عندي وانت أعطيني قالوا نعملوا الحوار الاقتصادي وقت الاتحاد عام تونس جاب الوثيقة التونسي اللي يسمعوا فيا وفيك يعرفوا الأحداث الاتحاد العام التونسي للشغل بادر ببلورة فكرة الحوار وقال لي رئيس الجمهورية سيد رئيس أنت أرعى الحوار ما نعاودوش الحوار القديم راهو عندنا رئيس منتخب وعندنا مؤسسات أما راهي بلادنا ماشية إلى أزمة خانقة ها هي عيط أنت للحوار. رئيس الجمهورية رفض وصل يتنمر باليدين لخارج الطريق وقال لا حوار ولا وطني. خليني أكمل فكرتي هنا كان ممكن لو التأم الحوار الوطني لقينا حل وخرجنا ببلادنا من المأزق نتاع على هذا ولا نتعقب طبعا يلا نحاولوا باختصار انا ضيف ثاني راهو ما نحتكوش الكلمه تفضل الديمقراطيه باسم انه فما ازمه في وضع نعالج الازمه نقضي على الديمقراطيه او نسير الى الفوضى او الى الاستبداد. تونس عندها طريق اخر عندنا امكانيات اكبر عندنا اننا نقعد كتوانسه نلقاو حل لبلادنا نحافظ على مؤسساتنا لكن ما نخليوش بلادنا يعبث يقول لك الحل في التشاركيه هاي كلمتي
بفضلك حكومة سعيد مهما كان لابد اليوم أننا ندافع على مسار صحيح. وصلت فكرتك. اليوم وإحنا في الوضع هذا في الوضع الاقتصادي والمالي الخانق وين العالم مسكر علينا نتيجة الاضطراب والأزمة هذه، اليوم بالخطوة اللي عملها قيس سعيد سيساعد على الاستقرار، سيساعد على تشجيع المستثمرين. فكرتك واضحة 100%. هاي كلمة يتفعل معنا يلا يلا ما هي مسؤولية بلادنا وين هاي كلمة يتفعل هذا كل نكالة في النهضة. عيسام شي بفضل شوف اسمعني، احنا متفقين جميعا أن 10 سنوات من الخراب ولا شيء سوى الريح كما يقول الشاعر، فما حد شيء، كان الخراب 10 سنوات فيها منظومة أسها حزب حركة النهضة وأخواته توابعه وأبواقه وأصواته وجماعته، وعمل بعض الهيئات هي في عنوانها عنوان جميل ديمقراطي، وهي مؤسسات من المفروض تكون متواجدة باش تخدم شعبها وباش تخدم قطاعاتها وباش تحسن الأداء وباش تضمن الاستقلالية كما المجلس على القضاء، لكن في النهاية إيش كانت؟ كانت هذه ركائز حكم حركة النهضة في هيئات دستورية وفي مجالس وفي غيره. الإدانة مش لوجود المجالس ولكن لتركيبتها وللسيطرة عليها من طرف حركة النهضة. أنا نحب نقول حاجة يا ملاك، يا توانسة راكم في حرب تحرير ثانية، بلادكم ودولتكم في حالة ما بعد الاستقلال وما بعد انتصار الحركة الوطنية، اليوم هذه الوضعية، ويزينا من هذا الانتقال الديمقراطي الفاسد جاب لكم كان الجوع والهم والموت بالناس اللي حكمت هذوما حركة النهضة والمشيشي، الناس تموت على قارعة الطريق أمام المستشفيات. بتذكروا أنا برك كم من حرب تحرير انتهت بولادة مستبد. لا المشكل وين؟ المجتمع كيف نتفادى كيف نتفادى أن العشر سنوات مرت بس من النهضة والإسلاميين لا تتكرر في صورة أخرى. أنا لا أعتبر لا العشر سنين أخرى يا لطفي أنا معاك إنه بكنا إحنا في حركة الشعب هنا مسندين 25 جويلية وهنا بشكل نقدي مع الرئيس في حال هذه الانعزالية وقلناها سنحمي 25 جويلية إن اقتضى الأمر من الرئيس نفسه لأنها فرصة 25 جويلية نبنوا عليها أنت ما تراش فيها فرصة، الشعب التونسي يراها فرصة. كيفاش مع بعضنا جميعا المجتمع التونسي الشعب التونسي بقواه الحية إعلاميين وجمعيات وأحزاب وطنية حقيقية ما تمشيش في ركاب النهضة وما تحبش ترجع لدولة 24 دولة راشد الغنوشي دولة المرشد، حرب تحرير حقيقية نقودوها جميعا مع بعضنا وما خلوش قيس سعيد معز يقول لك ما نشوف فيها الحماية هذه اللي تحكي عليها والعين الرقيبة. أنا وحزبي والشعب التونسي وكثير من الوطنيين يشوفوا فيها مهما كانت الانحرافات مهما كانت المطبات مهما كانت الاخطاء الطريق واضح. سامحني كمل فكرتي تو اخرته عصام يتكلم وانا ما تكلمتش. يلا تفضل. انا نعتبر انه لا بالعكس لا كيف شوف توزيع انا اعتبر انه التاريخ وعجلة التاريخ دارت 25 جويلية يلزمنا نبنوا عليها. الرئيس يحب يستفرد بهذه اللحظة نقول له لا يا سيد الرئيس رغما عن أنفك أنت معنا ونحن معك من أجل بناء دولة الشعب الدولة الديمقراطية الاجتماعية اللي مات على خطرها شكري بالعيد واللي مات على خطرها محمد إبراهيمي وللشعب التونسي لحد الآن يعاني من أجلها. سهيكل أنا نعتبر أنه التباكي على مجلس أعلى للقضاء لم يقدم أي شيء للقضاة ولا للمرفق القضاء ولا للعدالة ولا للاستقلالية. خليه يتفعل معك من باب التباكي على حكم حركة النهضة لا عودة لحكم المرشد. شو اللي عملوا كلهم يتباكون على حكم حركة النهضة؟ كل ما فيهم ضيف مالي قاعد جنبك ما فيهم عصام شابي ماذا تفعل وفما ناس ممكن بحسن نية ولكن هي عصام الشابي والحزب الجمهوري بحسن نية أو بسونية. يا سيهيكل نتمنى أنك جاوبني على الأسئلة اللي مش نطرحها وخاصة لا مش برشا يلا باختصار أسئلة مباشرة إلى سردية العشرية اللي من قدش من مره تحضر معنا قلت لك متفقين في التخليص. مازلنا ما تخلصناش منها لا ما خلنا مازلنا ما تخلصناش منها
تخلصنا منها ما تخلصناش منها، متفقين القوى الوظيفية تحمي في حركة النهضة الآن، متفقين أنه مؤسسات وأحزاب خلينا نتكلم معك على سؤالك بصفة مباشرة. ما نجمش نتكلم هكا. سؤال اليوم أنتم لم تكن هناك ديمقراطية حتى مش صحيح، مش صحيح نحن ديمقراطيين أكثر منك، ديمقراطيين أكثر من الجميع. قوى انقلابية، ما أنتم قوى وظيفية تصبوا حركة النهضة. كان في بالي يساندوا في الضباط الأحرار، هم يساندوا كان في الضباط. يا سي هيكل والله الجيش جيش وطني، جيش وطني، جيش وطني، ونعرفوا ودوره يحترموا. وتحية وتحية للجيش، إذا احنا نحبوا الجيش الوطني التونسي مرحبا، احنا نحبوه حرب تحرير وطني. ما نحبوش وقت حرب تحرير وطنية في توفير قوة التونسيين في مكافحة الفساد، في السيطرة على الأسعار. فشلت اليوم في تفويض خزينة الدولة، جاءوا قالوا نعملوا حرب دمكوشيطية، حرب تحرير وطني، مش نرجعوا نعملوا معناها نشيد وطني ونلبسوا التوني ونهبطوا وين للحرب. سنحارب من؟ سنحارب من أعداء الوطن من الداخل والخارج. حاربوا هي بالرؤية، سنحارب منظومة الإخوان المسلمين، منظومة الإخوان المسلمين. شكون بالركها؟ شكون بالركها؟ فما شكون بالركها المالية العمومية؟ شكون وصل تونس لهكا؟ فالعالم اليوم عازل تونس، لأنه ما فماش إدارة للدولة التونسية، العالم أجمع اللي ما يعرفش الديمقراطية لا أمريكا ما يقول الاستكبار تو حرب تحرير الوطن مش يرجع لهم صناف أو صندوق النهب الدولي اللي حكومة حرب التحرير الوطني تترجل في صندوق النهب الدولي مش مش اليوم العالم طلق على تونس، استقواكم بالأجنبي الشعب التونسي مش يتصدى له، استقواكم بالأجنبي هذا وتبندير للأجنبي باش يجي وقص علينا، نشترك مع العالم في قيم الحرية والديمقراطية ونحن كذلك، لكن نرفض أن يسيطر علينا ونرفض الاستعمار اليهودي مش ديمقراطي. فخور بقضاء تونسي يتستر على اغتيالات ويتستر على تحقيقات ويتستر على تجهيز تسفير وعلى أجهزة موازية وعلى بيان اللي خرجوه السفارات دول السبعة ايش يقول؟ يقول هو كأنه يتأسف كان عندنا قضاء مستقل جدا، ما كانش عندنا قضاء مستقل، ما كانش عندنا قضاء مستقل. احنا نعرف تونس اكثر من الناس كلها، احزاب وظيفية. يا سي هيكل يا سي هيكل قصيت عليه وحليت محاضرة هنا، اسم الاحزاب الانقلابية هي اللي عارفة الوضع في البلاد، تريد ان تعود بناء وتقضي على المكاسب. اسمع 10 سنوات لا فما عبارات مش ممكن نسكت عليها. العشية الفائتة عرفت إخفاق وفشل في إدارة الدولة وفي تحقيق طموحات التونسيين، لكن فما مكاسب سياسية ديمقراطية لا يمكن أن نفرها. عملنا دستور عملنا انتخابات ما موجودة في حتى دولة عربية. المرزوق يسلم للسبسي بدون أن لا واحد يقتل الآخر، والسبسي اللي رحمه عوضه محمد الناصر في احترام للدستور. أبا خلي ضد تسليم بغدادي المحمودي حساب شبي، حركة الشعب مشاركة في حكومة الترايكا، مش صحيح. أنا رفضت، أنا نائب التأسيسي، أنا نائب التأسيسي، أنت شاركت في حكومة الترايكا، أنت شاركت في حكومة بن علي، خرجتوا على الموضوع تماما. فضلكم نرجعوا للموضوع، شاركت في حكومة بن علي، احنا سلم الأبيض لم يكن ينتمي إلى حركة الشعب آنذاك. سيجب المغالطة عيسان شيخ، يلا فضلكم سؤالك بطريقة مباشرة. استقال حين استشهد في 25 جويلية، حين حلفائك اليوم اقتالوا محمد إبراهيم. لا وقت اللي احنا عملنا اعتصام رحيل محمد إبراهيم واستقال. لا فضل مش موضوع معز معش عنا برشا وقت، يلا مش اسمعكم مش يجاوب. شوف انت اليوم ترضى كهيكل المكي وكحركة الشعب انه الرئيس يحكي على وظيفة قضائية؟ نذكرك إلى نهار 27 ديسمبر 2010 الشهيد شكري بالعيد كان يتظاهر ضد نظام بن علي وضد قضاء بن علي أمام قصر العدالة بتونس وينادي بسلطة قضائية مستقلة، ووقع اختطافه ووقع تحريره كان نهار 14 جانفي. اليوم أنتم ونحمد في ربي اللي قلت بعض القضاة اليوم باش نصلحوا القضاء، اليوم رئيس الجمهورية عنده وزارة العدل، عنده التفقدية، نجيو ننسفوا كل مؤسسات الدولة، الدستور، المجلس الأعلى للقضاء باش يتصلح القضاء بالطريقة هذية. انتم اليوم خلينا نكمل عاد هيكل. يلا اليوم كي رئيس الجمهورية يقول لكم وعد انه لن اتدخل في صلاحية القضاء ولن اتدخل في القضاء،
تاخذوه هذايا على محمل الجد وتمكنوا منه. اخر حاجه اخر حاجه باختصار اخر حاجه مليك خاطر مهمه خليه المجال يجاوب. اليوم مش ماشيين في اصلاح مؤسساتي نتاع استشاره واستفتاء ومش نغيروا الهيكله نتاع القضاء هذايا وقت نجموا نبنيه على مجلس اعلى وتركيبه جديده. شكرا لك معز. علاش اليوم يقع حل مجلس اعلى القضاء بالطريقه هذه ويقع التعدي على السلطه القضائيه واستقلاليه السلطه القضائيه؟ اولا موضوع هذا وظيفه وسلطه، انا اعتقد حتى السلطه عندها وظائف، وانا مع اعتبار القضاء سلطه، مانيش مع اعتبار القضاء مجرد وظيفه. ولكن الرئيس يعترف يقول انه راه بدون قضاء مستقل عادل وناجز، وكلنا نعرفوا هذا، مش تقوم حتى قائمه في البلاد هذه، هذا نعرفوه الكل. ودعا مش توا لا هو حل المجلس على القضاء، كان يدعو تقريبا في كل خطاب لين ولينا نسالوا شبيه في كل يبدا يحكي على ما نعرف شنو يجبد القضاء في كل خطاباته بعد 25 جويلية. صلحوا صلحوا يا قضاة يا قضاة، صلحوا من الداخل صلحوا من الداخل. الا ان السيطرة الجهاز سيطرة جهاز الاخوان على مفاصل القضاء سيطرة كبيرة. أبار إنه قل أنت شنو اللي قلقك المجلس التشريعي وتعطلت أعماله؟ شنو اللي قلقك حاجة باهية؟ أنا بالنسبة لي حاجة باهية بالنسبة لي. شوف اسمعني اسمعني، خلينا من التنظير والديمقراطية الشكلانية والبعثات، خليني أجاوبك عاد. ليزي البنك المركزي نكمل. خليني اسمعني خليني أجاوبك. أنا كنت رئيس لجنة مالية في البرلمان وحزبي عنده 15 نائب في البرلمان. وعندنا كتلة مع التيار الديمقراطي هي الكتلة الثانية في البرلمان. أما أقول لك يا صديقي، أنا سعيد بحل ذلك البرلمان، لأن نطلع للسماء ونهبطوا راشد الغنوشي يحكم في كل شيء ويحكم في التشريعات الكل ويحكم في كل على الأقل شيء. أنتم عندكم خيارين، أسمعني عندكم خيارين، أسمعني عندكم خيارين، يتخلوا البلاد هذه عند راشد الغنوشي يعبث بها، يا تكون فرصة 25 جويلية مع قيس سعيد والإشكاليات مع قيس سعيد أفضل بألف مرة من أنه تقوى تحت كلاك الإخوانجية في الوقت. شكرا عصام شبي. لكن ثلاثة ثواني نحب تشهد تحية للسادة والسيدات القضاة والقضيات، نشد على إيديهم، رغم يدافعوا على حقوق التواسة. أحنا معكم، أتمنى أن الإضراب ينجح غدوة مش تدخل فيه، والوقفة اللي باش ينظموها القضاة من مجلس على القضاء هي وقفة لكل الحقوقيين والديمقراطية. شكرا بإذن الله سأكون من بين المتحدثين. شكرا لسام شافي هيك المكي ميرسي بوكو. يا سيد الرئيس، هذا كله باهي وحديث باهي، لكن المربع الاقتصادي والاجتماعي هو الأهم يا ولادي، راهي الناس باش تجوع. شكرا، يلزمنا حلقة أخرى. شكرا لطفي خليفة معاز، يعطيكم الصحة أنتم على حسن المتابعة، غدوة إن شاء الله الموعد في نفس التوقيت على قناة 9. صباح الخير نسيكم.